هو المطلوب والراحه تحصل لبعض الناس، الراحه النفسيه اللي تحصل لبعض الناس اللي بتهاجم النادي الاهلي لما الرمز الكابتن محمود الخطيب ينزل يرد على الناس دي. ده مهم، جزء كبير جدا من طموح اي حد او طموح اي حد فاشل او في درجه تانية او ثالثه ان اللي يكون في المركز الاول لو هو مش عارف يوصل له فيشد اللي فوق ده انه ينزل له تحت. فاللي بيعمله كابتن محمود الخطيب ده لو هو عمل عكسه انا واحد من الناس هكون زعلان. ما ينفعش، لان احنا اتعودنا على كده من الاهلي. هو مختلف مجالس الادارات، رئيس النادي ما بيطلعش. ما احترمنا الكلام، هترد على مين؟ ما هو انت لو في حد في قيمه الكابتن محمود الخطيب ويسيء ليه هتبدا تلوم عليه، هتبدا يعني تقول ازاي الكابتن محمود الخطيب بيسكت على كده. لما فكره ان انت عايز تشد رمز من الرموز يبقى، انا ما بتكلمش دلوقتي على كرسي رئاسه النادي الاهلي، انا بتكلم على نجم محمود الخطيب. لا بس انا عايز اتكلم على كرسي رئاسه النادي الاهلي. كرسي رئاسه النادي الاهلي انا مش عايز اتكلم على النجم محمود الخطيب. نجم محمود الخطيب طبعا الناس كلها عارفه، انا عايز اتكلم على كرسي رئاسه النادي الاهلي. طب السمات بتاعته ايه وايه اللي ينفع يحصل الاثنين يا امير؟ الاثنين لو على محمود الخطيب النجم او اللي في مكانه برضه مش هينزل للمستوى ده. كرسي رئاسه النادي الاهلي مش هينزل للرد على بالظبط. اقول لك الاثنين، الاثنين كرسي رئاسه النادي الاهلي مش هينزل، مش ايا كان مش هينزل كده. زي ما بقول لك ما ينفعش تتشد للمنطقه دي. ليك قنواتك كويس اللي ممكن كويس. ليك قنواتك اللي ممكن تتكلم عليها. ليك، مش قناتك، اقصد القنوات العالميه، وده ممكن وده وارد ولازم انه يحصل طبعا. طبعا اتكلم انت ولجأ النادي الاهلي في اوقات كثيره لكل القنوات الشرعيه ضد اي اساءه بتحصل. طبعا لجأ في النهاية تحقيق النتيجة المرجوة اللي انت عايزها من اللي انت بتعمله او مش ده مش في ايدك. ومش في ايدك، انا بقول لك مش في ايدك كنظام بقى، مش في ايدك انك تعمل بشكل بروتوكولي اكتر من كده. زي ما بقول لك في قنوات تانية انت بتسلكها، انت ليك اعلامك المفروض انه يتكلم وبيرد بقبالك بما يتوافق مع مبادئ الاهلي، النادي الاهلي. مش برضو حتى اعلامك مش هينزل نفس مستوى اي اعلام تاني. انا بشوف ناس مقدمين برامج مع احترامنا كامل يعني بيغلطوا كتير في القرايه. فانت مع احترامنا الكامل واحد بيغلط في القرايه منتظر خلفياته تبقى ايه؟ ما ينفعش. هو ده نفس، هي دي نفس الفكره اللي بكلمك فيها. ما ينفعش ان هي دي النماذج اللي تبقى متصدره للاعلام، وهي دي النماذج اللي بتحاول تحارب بيها كائنات كبيره زي كيان النادي الاهلي. بالظبط، مش هي دي اللي زي ما بقول لك 87 ثانيه لخصوا الدنيا كانت كفيله ان هي ترد على ساعات من الهوا مفتوحه. وهنا برضو اقول لك على حاجه يا امير، برضو هنا كابتن محمود الفيديو ده لا هو عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، خد بالك لا عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب ولا هيتوافق مع مناسبه للكابتن محمود الخطيب، انما هو جه حاجه الهيه كده يعني جه. لا ما هو الموضوع متعلق ان الناس بتتابع الاحداث في مصر وبتشوف ايه اللي بيحصل ومين اللي بيتعرض للهجوم مش عارف ايه والرد بيبقى ازاي، فبيبرزوا الموضوع ده. بس ما جاتش منك. ما جاتش من اعلامك. بالظبط ما جاتش منك. مش قال لك النادي الاهلي، مش احنا يعني. ما جاتش هنا كبلد بحجم مصر كرمز رياضي بشكل عام يعني كرمز تكريم الرموز، ومش الكابتن محمود الخطيب بس. ما ينفعش ان احنا نكون بنتكرم في كل مكان في العالم واحنا اللي نشكك في ده. ما نكرمش اولادنا يعني.